الانتحار الآن، الانتحار اللي تسمعون عنه في العالم، وش سببه؟ سببه عدم الإيمان بالقضاء والقدر. إذا تضايق الواحد منهم نحر نفسه والعياذ بالله، لأنه ما يؤمن بالقضاء والقدر، ما يقول هذا شيء مقدر علي وهذا شيء مكتوب علي والفرج قريب إن شاء الله، ويحسن الظن بالله عز وجل، إن مع العسر يسرا، ألا إن نصر الله قريب، ما يؤمن بالقضاء والقدر، فلذلك ينتحر، يقتل نفسه لأنه ما يتحمل الشدائد والمصائب.